اخر ليله في 2021 حبيت اعمل لكم حلقه قويه ان شاء الله ننهي بيها السنه دي. واكتر سؤال انتوا بتقعدوا تلحوا عليه بالذات البنات العرايس الرفيعه شويه اللي ما عندهاش امكانيات شويه متزوجه مثلا القطر معلش عدى عليها وهكذا ازاي ان انا ابرز مفاتني او ابقى مغريه حتى لو ما عنديش مفاتن حتى لو جسمي مش مغري. النهارده هقول لك افكار جريئه جدا وحلوه جدا ازاي تبقي يعني تبرزي مفاتن حتى لو ما فيش مفاتن ولا فاتن حتى. بس قبل كل حاجه لو انتوا مش مشتركين في القناه يا ريت نشترك نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا. طيب خلينا اقول لكم قاعده ذهبيه عشان انتي تستريحي كده من البدايه. مفيش ست مش جميله، كل ست فيها جمالها الخاص بيها، بس الذكاء ان انت تعرفي ازاي تبرزي جمالك وتعتني. المراه بيميزها التجمل والاكسسوارات والحاجات دي بدليل، وانا قلتها لكم قبل كده في كذا حلقه، ان في رجال يلا ربنا عافينا يا رب يعني سواء المتشبهين او اللي قلبوا، يعني بيبقى راجل بيبقى ست، يعني معناها ان في حاجات لو عملناها الانوثه بتعلى. فهي دي اللي انا هحاول اقولها لك النهارده، ان انت ازاي تبرزي مفاتن حتى لو ما فيش مفاتن. فهنبتدي كده ايه تخيل حاجه حاجه وخليكي معايا مصحصحه عشان تعرفي ازاي تظبطي نفسك. اول حاجه الاكسسوارات البسيطه المغريه زي ايه؟ زي السلاسل اللي هي انا كنت لو تفتكروا حلقه اكسسوارات قميص النوم وريتكم اكسسوارات فظيعه ودي مهمه جدا تذاكروها مع الحلقه دي. زي السلاسل اللي هي بتبقى نازله من عند الرقبه وكمان يعني بتقسم بتبقى بين الثديين وبتنزل بتتقفل من ورا، وفي سلاسل بتبقى عند الظهر، وفي سلاسل بتبقى طويله. يعني انت لو ما عندكيش الثديين كبار قوي انت ممكن تعملي حركه ان انت تلبسي قميص النوم ده وتلبسي عليه سلسله من السلاسل الطويله قوي، فبتدي احاء بصري او خدعه بصريه كده، بالذات لو السلسله دي بتلمع يعني اللي هي زي الاستراس او زي الكريستال. هحاول احط لكم صوره يعني حاجه شبه كده تمام، يعني بحيث ان انت تدي ايحاء ان كل حاجه تجنن وبيدي اغراء لا يوصف. واصلا اغلب المودلز اللي بيبقوا لابسين الحاجات دي مبقاش عندهم صدر، ففكره انه لازم يبقى صدر الفظيع عشان تبقوا مغريه، طبعا انا لا انكر ان هو حاجه جميله وانثويه، ولكن عدم وجوده لا يعني انك ممكن ما تبقيش مغريه، لا ممكن تستغلي المنطقه دي بألف حاجه. تاني حاجه نفس الفكره في المنطقه دي، في كريمات بتتباع لتلميع المناطق دي، سواء كريمات خاصه حتى ماركه نوكس كانت منزله زيت كان في ماده كده، وفي كل المحلات بتبقى البرونزاج، وكل الميك اب ارتست لو شفتي اي توتوريال ما بيعملوا عروسه بيحطوا لها الباودر في الحته دي كده عشان يدوا له لمعه، والممثلين في الجونه وما جونه بيحطوها. طبعا شكل الجلد وهو بيلمع كده بيدي اغراء رهيب لو لابسه مثلا فستان مفتوح او او او، فمش عشان ما فيش شكل، ممكن واحده يكون صدرها كبير جدا بس عفوا شكله وحش، ريحتها وحشه، شكل جلدها مش مهتمه بيه مبهدله، يعني لا. لو واحده عامله اللي انا بقوله ده وما عندهاش اي حاجه خالص تبقى مغريه الف مره. فهي فكره السبارك، الراجل بيشوف الحاجه اللي بتبرق اللي بتلمع، انت بقى بتلمعي نفسك. فحاجه زي كده برضو بتبرز منطقه الثديين. نفس الفكره بتقدري تعملي، قلتها كذا مره، في كونتور زي ما الكونتور للوجه بيحددوه هما بيحددوا منطقه الثديين، فانت ممكن تعملي نفس الشكل ده برضو لمنطقه الثديين. في برضو من الخدع اللي ممكن تعمليها وبسيطه جدا كل البنات عارفينها، ولازم يبقى عندك واحد او اتنين لو انت مقاس صدرك صغير جدا، وهو البوش اب. هو كل انواع البوش اب اللي هو الحماله الصدريه نوعها يعني زي ده كده، بيبقى بيرفع الثدي او بيبقى بيدي شكل، يعني هو نفسه مبطن من جوه. في ايه يعني كان في ماركه اسمها لاسانزا كانت منزله بوش اب ليفل 4، يعني بعد شويه يبقى ليفل الوحش. ليفل 4 يعني مبطن 4 تبطينات، يعني لو ايه وممكن تعملي خدعه، يعني انت حتى لو بوش اب ممكن تلبسيه وتلبسي عليه بادي ضيق قوي قدام الزوج، حتى لو هو عارف انك صدرك صغير او حاجه مش مشكله، هو الموقف نفسه اللوك العام زي اللي بتلبس بتحط روج زي اللي بتحط عدسات، هي يعني ما تاخديش الموضوع بحساسيه. فكره انت ما تبقيش حساسه، يعني اعرفي انك بتتجملي بتبرزي جمالك، انت اصلا جميله لكن ما تبقيش حساسه اللي هو لو قال حاجه او كده تقومي قايله ايه، تقولي والله الحمد لله يعني انا مش محتاجه، يعني دايما غيري الموضوع او تقولي لي انا اغرائي مش معنى ايه ده انا بس ببرز مواهبي، اي كلمه كده لو حتى علق
على ان مثلا انت لابسه حاجه هو ده ضبطانه ولا ده حقيقي الكلام اللي كده. في رجاله قليله الادب بصراحه ولازم يشد لهم ودانهم كده، بس ايه يعني لو قال حاجه سخيفه انت ردك ردك دايما يبقى ايه، تاخدي الموضوع بهزار وثقه في نفسك زياده واحلى والبسي وهاتي له ليفل بوش اب ليفل 5 ما تحرجيش ابدا، فما فيهاش حاجه يعني حتى الكبار هم سيليكون يعني مش فارقه كتير، فما فيش مشكله يعني انت ما فيش مشكله ان انت تلبسي حاجات زي كده. وانا وريتكم كمان في الحلقه دي لازم تشوفوها، مش هينفع تشوفوا دي بس بصراحه لان انا كنت جايب الاكسسوارات ومواريها لكم هحطها لكم تحت في صندوق الوصف. في كمان نفس فكره البوش اب بيبقى برا سيليكون فانت بتلزقيه وتلبسي عليه برده اللانجري او كده، ففي الف خدعه. المهم انت المنطقه ازاي ابرازها، ونفس الفكره للاسف اللي قلتها اول الحلقه انه اصلا لما بتشوفوا المسلسلات والافلام اللي بتتريق ازاي راجل بيتحول ست او راجل بيمثل ان واحده ست، بتشوفوا الحاجات اللي هو بيحطها والميك اب وكده وفعلا بيبقى شكله حلو، يعني معناها انه الاكسسوارات والحاجات دي بتفرق. طبعا تاني حاجه اي ست اي ست مهما كانت انت مش مقتنعه ان هو مش جمال او كده عليكي وعلى الروج الاحمر. الروج الاحمر ده يعني لو ايه روج احمر اللي هو الصريح اللي هو بقى بتاع لانكوم اللي هو اللون الاحمر الصارخ مع اي لانجري مع اي شعر معمول كده مبلول انت كده يعني هيفاء وهبي. يعني الفكره في زي ما قلت لك اعتمدي على جذب العين للحاجات الواضحه الخطوط العريضه في الموضوع. الراجل بيشوف الخطوط العريضه والحاجات اللي بتلمع والحاجات اللي بتتحرك، فانت دوسي بقى في الحاجات دي يعني مش كلها مره واحده بس اللي هو ايه تخطفي نظره بحاجه كبيره او حاجه ملفته حاجه بتلمع، يعني حتى السلاسل مش عارف ايه بتبقى حاجه بتلمع. الروج الاحمر لفتي نظره كله لحاجه محدده، مش عارفه الحاجات اللي بتلمع عند منطقه الثديين، البرا او البوش اب هاتيه لون اسود احمر يعني هاتيه لون عامل كونتراست مع جسمك عشان يديكي او لون ازرق. حتى لو هاتي قمحيه الالوان اللي هي النود دي او الالوان اللي هي بتبقى فسفوري بيبقى على السمر تجنن. فالحاجات اللي زي كده تدي شكل اللي هو ايه زحمه كده، يبقى هو الموقف نفسه اللي مسيطر. فدي بتبقى من ضمن الخدع الميك اب الصارخ، مش في كل الوش يعني مش تحطي روج احمر ورموج وبتاع وكحل ده وحش، يعني ركزي في نقطه واحده روج احمر سموكي ايز ايه حاجه واحده هي اللي عليها الفوكس بتاع الموقف، فبتبرزي الجمال بتاعك. حاجه كمان طبعا زي ما قلت لكم السلاسل نفس الفكره دي، طبعا الخيل عندك سلسله بطن عندك عندك طبعا في لانجريز دي برضو مهمه جدا للبنات العرايس تبقى لانجريز بتبقى كلها اكسسوار. طبعا انا كنت عايزه اجيب لكم منها في شي ان والحاجات دي موجوده اصلا اعتقد على شي ان ومواقع كتير وبتتباع في محلات اللانجري، يعني بيبقى زي كده يعني الطقم كله اكسسوار، البرا والاندر وير الاثنين بيبقوا اكسسوار. عندك بقى ما عندكيش دي اعتمادها كله على جلدك انت، لازم يكون جلدك املس جدا ناعم حاطه كريم حاطه بادي لوشن حاطه حاجات ريحتها حلوه. ف زي ما قلت لك الجمال بقى ساعتها في نعومتك انت، يعني انت ما عندكيش امكانيات بس انت ناعمه جدا انت نظيفه جدا انت ريحتك حلوه جدا زي ما قلت لك. ده يعني لو واحده عندها امكانيات الدنيا كلها بس الريحه مش حلوه الملمس مش حلو استفادت هي ايه؟ فهمتي الفكره؟ فانت ثقتك في نفسك عوضي بقى، العابي باللبس العابي بالالوان. طبعا مش هدخل في اللانجريز يعني عندنا حلقاتنا تحت في القناه 7000 حلقه اللانجريز اشكال والوان بتفرق جدا جدا مع الراجل. وبرده نفس الخدعه اللي فوق في بوش اب تحت، يعني في اصلا بوش ابس زي شورت وهو زي في الصوره دي ده بيبقى شورت من ورا بيبرز برده كل حاجه. البسي والبسي عليه بنطلون جينز اللي هو بيبقى بيمط، البسي عليه لاجنج زي ما قلت لك التاثير. اعملي بقى موقف ساعتها نظفي البيت اغسلي اتحركي شويه تقولي ايه طب ما هو لما هيحصل علاقه هيشوف ان ده كان بنطلون وكان شورت وما مش هياخد باله، هو خلاص التاثير حصل الفتنه اتفتن الراجل فخلاص الفتنه حصلت هو بينفذ بعدها مش مدرك بقى ده كان حقيقي ولا صناعي ما كلهم صناعي فمش مشكله خلاص انت المهمه اتنفذت بنجاح. فشورت زي كده لو انت عندك المنطقه اللي من ورا فيها مشكله برضو ممكن تستخدميها. طبعا عليكي وعلى التاتوهات اللي بتتلزق حطي التاتو اللي هو بيتلزق ده في اي حته
في اي حته وكل حته. نوعي بقى طبعا في اماكن معينه معروف ان التاتو بيبقى تاثيره اقوى بكتير، يعني منطقه مثلا الظهر، الكتف، عند اعلى منطقه الثديين، اسفل الظهر، عند الفخذ، عند الرجل من تحت، كل الاماكن دي. لو ست برضو ما عندهاش اي حاجه بس هو لمح حاجه رسمه كده مؤثره مع اللانجيري حلو مع 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 خلاص خلصت، يعني موضوع بسيط صدقيني. يعني هو الفكره كلها في ايه؟ انك تظبطي حالك تتجملي. المراه لو ملكه جمال الكون ومش مظبطه حالها، الكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده الحلو حلو ومش عارفه لو صح، لا شوفي شوفي احلى واحده وهي صاحيه من النوم رعب. لا الكلام ده مش حقيقي. الحلو حلو لو اهتم بنفسه. ولو واحد انا بقى مقتنعه بمثل لبس البوصه تبقى عروسه، انا اي سبورت المثل ده. لا الاعتناء بالنفس والجمال والنظافه، المراه يميزها النعومه والنظافه والجمال واختيار الاكسسوارات واختيار الحاجات الانثويه. طبعا في البيت في بيجامات كتير جدا، انا عايزه اعمل لكم حلقه عن البيجامات الجامده بصراحه، لان انا اكتشفت ان في بيجامات لوحدها هي بتتكلم. فنفسي لو تقولي رايكم، اكتشفت ان في بيجامات حلوه جدا، ان الموضوع مش واقف عند اللونجريز بس، اكتشفت ان البيجامات ده عالم عالم وعايز نغوص فيه سويا. لو البسي في البيت بيجامات حلوه، في بيجامات شكلها تحس ان انت هتدرسي له درس لغه عربيه، وفي بيجامات تحسي ان دي واحده يعني لابسه البيجامه بتاعتها وراكبه الطياره الخاصه بتاعتها. يعني البيجامات اختلاف الذوق فيها رهيب. في بيجامات مثل البيجامه ايه، هتقولي بالذات البنت اللي ما عندهاش امكانيات قوي، البيجامات الضيقه قوي هتقدري بقى تركبي عليها الحاجه التانيه اللي انا قلتها لك، البوش اب، الشورت اللي بينفخ من ورا، ونحط تاتو على جنب والروج الاحمر، انت نورتي خلاص. طبعا في البيت من اكتر الحاجات المغريه شكل الكعب اللي انت لابساه، الشبشب اللي هو ابو صباع البلاستيك الحزين ده يختفي خالص. انا وريتكم حلقه كامله عن الحاجات اللي بتتلبس في الرجل اللي شكلها مغري، او ازاي تختاريها ولونها وشكلها وايه مش عارفه ايه، ووريتكم الصنادل والكلام ده. لازم يعني تعتني بالحاجات، يعني معلش يعني مش هيبقى كله ضايع، يعني ما تقنعنيش ربنا بياخد وبيدي، ما تقنعنيش ان ما فيش صدر وما فيش مؤخره وكمان الرجلين، لا صعب نحط بقى نعمل. وكمان في بعض البنات ده وقت الدوره ممكن تحطي مانيكير، طبعا تعملي مانيكير وباديكير لنفسك الرجلين لو انت حابه، في ممكن تعملي الحنه، انا بصراحه كنت بعملها في وقت بس مشكلتها لازم تعيديها وتهتمي قوي وكده، اللي هي حنه صبغه انت بتعملي رجلك بيها بتبقى شكلها زي كده، بتديكي نفس شكل المانيكير بس فكرتها انك لازم تعمليها كل شويه، دي برضو جدا مغريه وبتبيض الرجل جدا، بس مشكلتها انك لازم تعيدي عليها بشكل دوري عشان لما بيطول مبيبقاش شكله ظريف، لو طولت قوي بتضطري تبردي رجلك، بس هي طبعا ينفع عليها الوضوء والكلام ده. فعمليه جدا للبنات اللي حابه شكل رجلها يبقى في الاغلب حلو. بشكل عام الذكاء زي ما قلت لك هو مبدا واحد، هنستعين باللبس جدا، هنستعين بالميك اب، هنستعين بالروائح، تهتمي بجلدك جدا، تلبسي حاجات تكبر عادي، البسي الموديلات اللي تليق عليكي، ذاكري الحلقات اللي فاتت واعملي سبسكرايب في القناه وشوفي الحلقات الجايه، عشان ان شاء الله ناويه ان انا اوريكم افكار كتير جدا في حاجه زي كده. وطبعا ما تنسيش تفعلي الجرس واكتبي لي اقتراحك في السنه الجديده، حلقات برضه تكون جامده للعرايس، واشوفكم على خير في السنه الجديده ان شاء الله. مع السلامه.